السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله منيح. طبعاً اليوم رح أحكي لكم خبر مؤسف كتير لإلي، إنه بابا ماما انفصلوا، يعني هس كل واحد في طريق، ماما في طريق وبابا في طريق. طبعاً زي ما حكيت انفصلوا عن بعض، كل واحد في طريق. بعدي كان يعني نرجع لورا ورا ورا، كنا عائلة سعيدة، نعيش مع بعض، وكنا كتير ننبسط. يعني بعد كم يوم صارت في مشاكل، المشاكل لأسى بين بابا وماما. يعني كيف يعني لما كانوا يعصبوا، لا كان جدال قوي، يعني حتى انا كنت اظل اسمع وما اعرف انام، كنت الخوف، كنت اكتشف احكي شوفي شو صاير. بعديها في اشي انصدمنا كتير، انه فجأة بابا راح ضرب ماما قدامنا يعني كلياتنا هيك بنطلع، ومن قبلها من قبل ما يعني من اول ما هيك صار عرفنا ليه. اول ما ماما كانت تعيط نحاول نراضيها كانت تصرخ علينا، هسه اكتشفنا ليه. بعديها ماما قررت انه ينفصلوا، وبعديها راح سألوني سأل يسأل واحد بدك تعيشي وين؟ عند أمك ولا عندي؟ أنا بابا أول ما حكالي صدمت، أنا بحكي من جواي طب أنا بحب الاثنين، صعب أتركهم، صعب يعني. أفكر واضطريت إني أختار واحد فيهم، ماما. اخترت ماما ليه؟ لأن ماما هي الأقرب للبنت. بعديها صار الأشياء للمحكمة، يعني كان اللي بيكون موجود عشان يحكم بين القاضي عشان يحكم بين ماما وبابا أوش عن الحال. قعد كل واحد لحاله. سألني زينة انتي تكوني عند مين؟ عند امك ولا ابوك؟ اطلع بابا هو السند، هو الحامي اللي بيحمينا. انا كنت احكي ماما ولا بابا، بابا السند اللي بيدفع لنا فلوس وبيضل كويس معاي. اطلع عليها ماما اكتر حدا بيسهر علي لما اتعب، لما اكون تعبانه ماما اللي بتدرسني، ماما بتقعد معاي ايام الامتحانات عشان تفهمني. كنت اطلع زي ما حكيت لكم، اخترت واحد فيهم ماما. اول ما اخترتها يعني كنت هيك يعني اول ما حكيت ماما باب كان يطلع علي، يعني الاثنين كانوا يطلعوا علي، فأنا بطلع بديها عايز تعيط لأنه ما بكان اليوم يضل بدون واحد فيهم. كنت أبكي بدي أحكي ماما. بعديها مرت الأيام وكنا حزنانين أنا وأخواني، لأنه إحنا كتير كنا نحب بابا. بابا كان يمزح معانا ونلعب ننبسط، وبابا يطلعنا ونصور معاه تحديات، الكل بيعرف كنا نصور كتير معاه تحديات. بس هالحظ يعني هذا كان أسوأ شهر عن إلي، لأنه هذا مفروض أحلى شهر، لأنه عطلت فلازم يكون أحلى شهر.
مو الحل، لأنه ما رح ننام كثير عشان هيك نطلع ننبسط. بعديها قبلها بدي احكيكم، اصلا الاب بتحيل يعني يضل عايش بدون ام او مرأة، بمعنى يعني الاثنين تزوجوا. بعديها بوب اخذني وداني عنده، كانت مرته يعني ما كانتش كويسة، كانت لئيمة، تنامني في المطبخ، ولسه بدي أخفى والدنيا تكون كتير كتير بكير، يعني لدرجة إنه الساعة إنه لسه هسه يكون بيأذن الفجر. كانت تصحيني أشتغل، أقعد مع زين أطعميه وأسوي أكل لأخواني الكبار. كنت أحس حالي هناك خدامة، يعني خدامة، كأنه راح تترد ليش أنا أكون عندها خدامة. برضو لو هيك الخدامة بتنام في مكان مو على أرض مطبخ. يعني بديها قلت لماما بتعيش عندك، ما بتعيش عند بابا، لأنه مرته لئيمة كتير. فرحت عندها، الحمد لله هناك كان أحسن الخال، كان أحسن هناك مع ماما. بس المشكلة برضه هو كان لئيم لدرجة يضل يضربنا، يعني أول ما يضربنا ما بدها تدافع عني أنا على الفاضي. كان كتير كتير لئيم، يعني يضل يضربني وأنا عيط ماما. يعني هي كان المشاكل. وطبعا هسه رح احكيكم هاي مش انا. طبعا هاي لو هيك هاي القصة مو بس انا اللي حكيتها، وهي برضو حقيقية، يعني اكتر من حدا انفصلوا وصار مع واحد فيهم زي هيك. طبعا هاي القصة اللي زينة حكتها، طبعا هي قصة مش قصة زينة، طبعا الحمد لله. أكيد الحمد لله احنا عائلة سعيدة، الحمد لله. الحمد لله وسيم انسان ما شاء الله عنه اب ناجح، انسان الحمد ناجح لله انه هو ابوي. نفس الشيء، احنا حياتنا هادية ما فيها مشاكل فضل رب العالمين، لكن اسف هاي القصص منتشرة كتير، والضحية طبعا هم الأطفال ضحية. لما الأب والأم ينفصلوا ما يتفقوا مع بعض، الأب يروح لحال والأم لحال، الأطفال يكونوا شردين ما يعرفوا وين حيروحوا. شغلة تانية إنه لما يعيش عند حدا من الطرفين حيصير معاناة ومشاكل، حيأثر على نفسية الطفل. فهاي القصص جد أثر على نفسية الأطفال، منعت عن متأثر كمان على كبر في المستقبل، بيطلع جيل محطم، جيل فاسد. يعني في أطفال مش الشباب المشردين، الشباب المخدرات، التالين والسجون، لو إحنا رجعنا لورا نعمل قصصهم تكون سبب مشاكل أسرية وسبب تفكك الأسري. فطبعا الله يحمي الجميع يا رب، ويخلي الأبناء لأهليهم. وزي ما حكيت لكم هاي قصة مش قصتنا إحنا، لكنها قصة واقعية موجودة في المجتمع وتأثر للأسف سلبي على الأطفال. والله يبعد عنا وعنكم يا رب كل المشاكل، ووفق كل الأسر لعائلات مع بعضهم. برضه حبيت أحكيكم لو هاي قصتي، لو أصلا القناة اللي بيشتغلوا فيها ماما وبابا، يعني وبرضه إذا لو هيك صار رح يطلعوا من إدارة هاي القناة. والحمد لله مش قصتي، لو مستحيل تلاقوني هيك مبسوطة وبحكي واثقة من حالي. يعني زينب هي كانت تحكي قصة دمعت وتأثرت في الموضوع، إنه فعلا هي الأطفال بمروا بهاي المراحل، هاي المشاكل، هاي طبعا بتأثر على نفسيتهم، بكون طفل محطم، طفل محروم من الحنية، من الحب، من الأمان في بيته. وطبعا هيك ونخصت حلقتنا لهذا اليوم، بتمنى تكون قصة عجبتكم، بتمنى تحطوا لايك. هاي القصة احنا حكيناها ان الفانز بعتنا انه حابب زين تحكي قصة عن
التفكك الأسري وشغلات زي هيك. فبتمنى تكون القصة عجبتكم. طبعاً طبعاً برضه أنا صرت أسوي هذا الفيديو عن القصة، لأن القصة اللي قبل اللي هزرع أحطها، القصة اللي سويتها قبل إنه أنا مش بنت مهيكة، بس برضه مش حقيقي، برضه حكيت من آخر الفيديو. وإن شاء الله توصلوني كتير من المشاهدين، يعني أهم شي لايك هو اللي بيسني أسوي كمان إلكم قصة. وبتمنى تحطوا لايك واشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. وGoodbye.